السلام عليكم أصدقائي، معكم دعم قناة أسهل وأسرع الوصفات. النهاردة معنا طريقة عمل اليمام بطريقة سهلة جدا وسريعة وبسيطة ولذيذة جدا جدا، هتعجبكم إن شاء الله. تابعوا لآخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة. زي ما انتوا شايفين الطريقة تحفة جدا والطعم رائع جدا جدا، ودي الطعم هيعجبكم جدا وهتعملوه دايما على طول ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا باللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نبتدي بقى مع بعض الطريقة. هنا طبعا اللي انا بوريها لكم دي من الحمام، حمامة يعني زغليل الحمام. فرق بينها وبين اليمام فرق جامد جدا. الحمام طبعا بيبقى طعم واليمام بيبقى طعم تاني خالص. الحمام بيبقى بيستوي على طول، يعني ما بياخدش وقت زي اليمام، بياخد سوا كتير عن الحمام، لان اليمام بيبقى عظمه ناشف وجامد وبياخد سوا اكتر، لكن الحمام لا. زي ما انتوا شايفين الحمامة لونها برضو مختلف عن اليمام خالص، زي ما انا وريتكم كده في الاول. معانا هنا بقى اليمام بتاعنا، الطبق اليمام اهو اتفتحناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ايه ده اليمام، ودي الكبد والقوانص بتاعته عليه بالشكل ده كده، وده شكل اليمام بيبقى غامق شوية عن الحمام. هنبتدي بقى ناخد اليمام ده، هنشطفه كويس تحت المية من الدم والمية الوحشة بتاعته، هنشطفه كويس جدا جدا وننزل اي مية متغيرة فيه لحد ما ينضف تماما تحت المية، وهننضفه واحدة واحدة كده بايدينا تحت المية بالشكل ده كده. هننضفه كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بعد ما نغسله وننزل كل المية اللي مش نضيفة فيه ونغسله تماما، هنصفيه بقى ونبتدي نضيف عليه الملح وعصير الليمون والخل وشوية من الخل بالشكل ده كده، وهنعصر عليه طبعا الليمون. وبعد كده هنضيف عليه بقى شوية مية مش كتير، شوية مية، وهنسيبه منقوع نص ساعة كده في الخل والليمون والملح وشوية مية كده صغيرين بالشكل ده كده. هنسيبه نص ساعة كده ولا حاجة علشان ما يبقاش فيه اي زفارة ويبقى نضيف وكويس كده. بقى خلاص شطفناه من الملح والخل والليمون والمية اللي كان منقوع فيها، شطفناه كويس جدا وصفينا من المية تماما، وبقى نضيف زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى، هجيب بقى بصلاية كبيرة وفص ثوم صغير وقطع من الكرفس وقرن فلفل حار وقرن فلفل عادي، وهضربهم في الكبة، هضربهم تماما، هخلطهم بالشكل ده كده. بعد ما خلطتهم بقى في الكبة كده، هبتدي بقى اضيف عليهم التوابل. هضيف شوية من القرفة وشوية من الفلفل الاسود واضيف كمان شوية من الملح وشوية من بهارات الدجاج، هضيف عليهم شوية من بهارات الدجاج كمان، وهضيف عليهم رشة جوزة الطيبة، رشة من جوزة الطيب كده بتدي نكهة حلوة لليمام. وطبعا هضيف الملح بقى، وهبتدي بقى اخلط البهارات دي كلها مع خلطة الخضار اللي ضربته في الكبة. زي ما قلت لكم الخضار عبارة عن بصلاية وفص ثوم صغير، قرن فلفل حار، قرن فلفل عادي، وقطع من الكرفس.
خلطتهم ناعم، ضربتهم ضرب ناعم كده وتبلتهم، وفضلت اخلطهم في بعض كده بالشكل ده كده، التوابل في الخضروات. وبعد كده بقى هننزل على اليمام بالخلطة دي، اتبلهم كويس جدا جدا. هفضل يمامة يمامة كده اتبلها من بره ومن جوه ومن قلبها كده بالتوابل، وادعك فيهم كده بالتوابل دي، وادخل التوابل جوه جواهم بالشكل ده كده من جوه ومن بره واحدة واحدة. هنتبلهم كويس جدا جدا بخلطة التوابل دي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى في حلة على نار متوسطة هبتدي انزل بشوية من زيت الذرة ومعلقة كبيرة من الزبدة، وهبتدي اضيف اليمام بتاعنا بعد ما تبلته 10 دقايق كده في التتبيلة دي والخلطة دي. هنزل بيه بقى اشوحه تشويحة كده 3-4 دقايق على النار، وبعد كده هنزل عليه بطماطماية قطع صغيرة بالشكل ده كده، وافضل اقلب في 2-3 دقايق بالشكل ده كده عشان يتشوح في بعضه كده ويتشرب بالتوابل والخضروات بالشكل ده كده. وبعد كده هغطي عليه 10 دقايق على النار، افضل مغطية عليه لحد ما يتشرب كده من الايه من الخلطة ديت. وافتح عليه بقى اقلب كويس جدا جدا، اقلبه مع الخلطة دي كويس بالشكل ده كده. وبعد كده هضيف عليه مية، هكمله بمية واغطي عليه بقى واسيبه يستوى تماما، واتأكد انه استوى بالشوكة، اتأكدي انه استوى كويس معاكي بالشوكة. بعد كده هتبدأي تطلعيه وتحمريه بقى في الطاسة وتقدميه مع اي رز او اي خلطة رز انت حباها، واشوفكم في فيديوهات قادمة.